ما يعرف بفكرة الممر الشرفي، هي دي المشكلة، أزمة الممر الشرفي. واعتقد البعض إن تحت تأثير النتيجة أو الإخفاق أو الظروف اللي بيمر بيها النادي الأهلي يبقى دي الفرصة السانحة إن نصفي حسابنا مع كابتن سيد. بس لا، جمهور النادي الأهلي رد النهاردة وبقوة إن هو عارف مين أكيد حريص على النادي الأهلي وقلبه على النادي الأهلي وعمره ما يسيبه لوحده في لحظة والناس بتحاول تنال منه.